إذا 3 سنوات ما لقيتوا حل أنا أقول على التعليم العالي السلام. إلى الآن راح يرجع لك صدقني، بدل ما في قضاء راح يرجع لك حقك. بس شوف أن أبو خالد شرهته كبيرة على عظام السلمة ومن الظلم اللي وقع. إلى الآن إحنا نعول على رب العالمين وعلى حكومتنا إن شاء الله. أوجه رسالة لأعضاء مجلس الأمة وبالخص جماعة الحربش ودكتور اسمه الأستاذ بدر الدهون. الطالب بالنسبة لهم استغفر الله من الكلمة هذه وما يجوز، كان فار أو حق التجارة. يعني إذا كنتوا تبون قضية تنزلون فيها شارع أو تنزلون فيها أي مكان، يعني أو حتى من دواوينكم تكلمون فيها قضية بسيطة، الحق اللي قاعد يقوله الحين إخواننا أن معاهم قبول معاهم رفض ومعاهم لجنة توسط لجنة معاهم كل شيء، واحد فيكم استثمر هذه القضية من أي نواب، يعني ما نتكلم على نائب معين، أي نائب يمسك هذه القضية أنا أتوقع أن خلال أسبوعين يعني في حلة. إذا أنا عندي غلطة ولا عندي ولا شهادتي مضروبة ولا شيء فأنا أطالب عظام السمي يحولوني. من الطرف الثالث الحين؟